أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الجمعة عن الملعب الذي سيستضيف مباراة سوبر الإفريقي بين النهضة البركانية والوداد الرياضي المحدد لها العاشر من سبتمبر في المغرب. وأصدر الاتحاد المغربي بيان رسمي قال فيه: بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن مباراة كأس السوبر الإفريقي التي ستجمع بين فريقي الوداد الرياضي والنهضة البركانية ستجرى على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. وفاز نادي الوداد الرياضي على حساب الأهلي المصري بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على المغرب في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2022، ليتوج باللقب الثالث في تاريخه والثانية على حساب الأهلي. بينما أحرز النهضة البركانية لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب تغلبه على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بهدف نظيف. وكان الكاف قد أصدر بيان رسمي قال فيه: مع الناديين الحائزين حاليا على لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية الوداد والنهضة البركانية من نفس البلد، وافقت اللجنة التنفيذية على توصية لجنة الكاف للأندية للاعب النهائي في المغرب. يذكر أن الأهلي هو بطل النسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي والتي أقيمت في قطر بالركلات الترجيحية على حساب الرجاء الرياضي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.